وحفظه وتوفيقه اعلنت انطلاقه الشوط المفتوح للفيتا الخير العربية. المسافة هي 1600 متر. هنالك قدم غموض اصحاب المراكز الاولى، كل الشكر والتقدير للداعم لحول المهرجان، للداعم لحول الكرفان، الاستاذ بندر بن سليمان الحديد، من قدم جوائز لهذه الرياضة لهذا الشوط. مقدمة الشوط المركز الاول، السلام يتقدم هنا جواد نجم حسين البركات، من يقدم لنا نجم على الصدارة على المركز الاول، بينما ثاني المراكز يرى تابع حول اجناد على ثاني التحديات. باسل بن بسال النجم، من يقدم لنا اجناد على المركز الثاني، المركز الثاني الشبل مالك ملك ممدوح بن علي الحنزي.